السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالنور والسرور مشاهدين قناة الريان ومستمعينا على موجة 97 FM. يا هلا ومرحبا بكل من يتابعنا من داخل وخارج قطر. يتجدد لقانا معاكم في هذا الصباح مع بداية مع باقة منوعة من الفقرات والمواضيع المفيدة والجديدة والمختارة بعناية من قبل فريق البرنامج، خلونا نتابع أبرزها. ختام الدورة 12 من معرض ميلبول قطر 2018. مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط. سنسلط الضوء على فقرة التغذية ومؤشر كتلة الجسم. مشاهدينا ومستمعينا، وفي بداية حلقتنا راح نسلط الضوء على انطلقت صباح أمس بفندق ريتز كارلتون أعمال مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط في نسخته الثالثة عشر، وقد حضر افتتاح المؤتمر عددا من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء في المجال الاقتصادي من داخل وخارج الدولة. نتابع مع بعض. على مدى يومين يلتقي نحو 300 شخصية من أكثر من 70 بلداً ومنظمة وهيئة حول العالم في فعاليات النسخة 13 من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط الذي تنظمه اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية بالشراكة مع مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس. المؤتمر يقدم نظرة شاملة للقضايا المطروحة في المنطقة والعالم من خلال نخبة متميزة من صناع القرار والاقتصاديين والخبراء والباحثين الأكاديميين ورجال أعمال من جميع أنحاء العالم للتعبير عن آرائهم وتبادل الأفكار والرؤى بشأن الآفاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم في المجال الاقتصادي.
إن الموضوعات المدرجة بجدول أعمال هذا المؤتمر تركز على الأمور التي هي محل اهتمام جميع دول العالم، والتي لها تداعياتها المباشرة على الأمن والاستقرار، كما أن التحديات الكبيرة في المنطقة لا يمكن إيجاد الحلول المناسبة لها إلا من خلال الحوار والتشاور والتوافق. ويعتبر هذا الحدث الاقتصادي الدولي من أبرز المؤتمرات على مستوى العالم في مجال القضايا والمتغيرات والتحديات الاقتصادية الراهنة إقليمياً ودولياً، ويشهد انعقاد أكثر من 20 جلسة يتم خلالها بحث ومناقشة العديد من أوراق العمل في هذا المجال. رغبة كبيرة هذا العام في أكثر من 70 دولة، وعدد ما شاء الله عدد كبير من المشاركين. هذا دليل على أن هذا المؤتمر يحظى بأهمية قصوى على مستوى العالم واهتمام كبير على جميع المستويات، وما شاء الله التمثيل والمتحدثين من أعلى المستويات من أهل الاختصاص في مجال الاقتصادي. تركيز هذا المؤتمر على الجانب الاقتصادي هو مهم جدا، لأن تقديري هناك تحديات عديدة لبلدان الشرق الأوسط والمغرب العربي، ولكن أهمها على الإطلاق هو التحدي التنموي الاقتصادي. وقد ظل مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط منذ انطلاقه في عام 2006 منصة عالمية تعنى بالجانب الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، عبر وضع التصورات والحلول والمبادرات الهادفة للنهوض باقتصادات المنطقة. مشاهدينا ومستمعينا، من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط نتوجه إلى محطتنا الخارجية الأولى في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وختام فعاليات معرض ميلبورن قطر مع زميلي محمد الشهراني. صبحك الله بالخير يا محمد. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، صبحكم الله بالخير من اليوم الختامي لمعرض ميليبول قطر 2018، المعرض الأكبر والأبرز في الشرق الأوسط في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني. العديد من الشركات في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني مشاركين من ضمن عدد من القطاعات المميزة، وأيضا عدد من المنتجات اللي تعتبر فريدة من نوعها. حاليا معي أخوي نبيل محمد الجماعي مدير العام لشركة المالية المتحدة للتجارة والمقاولات، راح نتعرف اكثر على مشاركاتهم وايضا المنتجات اللي عندهم. استاذ العديد صبحك الله بالخير وعساكم على القوه ان شاء الله. مرحبا، الله يقويك، الله يرحم والديك. والديك ان شاء الله، مشاركه مميزه نقدر نقول انها فريده من نوعها، كل المنتجات اللي عندكم غريبه. نبي نتكلم بشكل اوسع عن مشاركتكم لهذه السنه في ميليبول. والله اسلمك، الحمد لله كانت مشاركه يعني رائعه صراحه، وبالنسبه لشركتنا هي تختص بالاشياء الامنيه اللي محتاجتها وزاره الداخليه. يعني مثلا عندك طيارات بدون طيار، عندنا ثلاث انواع من الطيارات، حجم كبير وحجم متوسط وحجم صغير، بالاضافه لعندنا اجهزه اتصالات فضائيه حديثه لاول مره تعرض. نعم، اول مره في الدوحه تعرض الاجهزه هذه اللي تحتاجها طبعا وزاره الداخليه. طبعا انت عارف ان احنا الحين داخلين الحمد لله على كاس العالم 2022، فالدوله تحتاج الاشياء الامنيه هذه، مراقبه يعني كاميرات مراقبه واشياء اجهزه اتصالات حديثه. فالحمد لله احنا بالنسبه لشركتنا الموفره كل الاشياء هذه. حتى عندنا الله يسلمك بعد الحين اللي عندنا الشركه هذه ممكن نسوي مصنع في الدوحه اللي هو انتاج طيارات بدون طيار ان شاء الله في الدوحه بتكون هذه، وتكون اول شركه ان شاء الله باذن الله. هاي طموحنا ان شاء الله في الله يوفقكم ان شاء الله ويسلمكم. بالعكس فخورين بهذه الشركات المحليه. استاذ لو بنتكلم عن التواجد اللي موجود من ضمن شركتكم اللي هو الشركات الاخرى، شو اللي اضاف لكم؟ هل وسعتوا في العلاقات في الشراكات اللي موجوده؟ شو اللي اضاف لكم هذا المعرض؟ طبعا سبق اكيد المعارض هاي تعطيك خبره وتشوف ايش اللي قاعد يحصل في العالم، وخاصه نظام الاتصالات والاشياء الامنيه كل سنه تتجدد. يعني مثلا 2016 مشاركتنا غير 2018، لان عندك اجهزه ممكن يعني تستخدمها قبل، يعني مع الايام تتغير الاجهزه هذه وتتطور بتصير الى الاحسن السيستم، وخاصه الاشياء قلت لك الامنيه والاتصالات والاشياء اللي مثلا تخص الداخليه، فدائما هي على طول يعني متجدده على طول. فالحمد لله احنا اكتسبنا خبره كبيره من الشركات العالميه والحمد لله، واحنا شاركنا معارض خارجيه. بس الحمد لله يعني صراحه المعرض هذا كان يعني من انا شفت صراحه من المعرض اللي شفته احسن معرض شفته يعني هذا، خاصه هذه مال السنه هذه 2018. والله يوفقك ان شاء الله، اجل نشوف عقود ان شاء الله مستقبليه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، مشكور. الله يسلمك. طبعا اعزائي المشاهدين، هذا بشكل عام كان لقائي مع اخوي الاستاذ نبيل محمد الجماعي مدير شركه الماريه للتجاره
بشكل عام عن مشاركتهم وأيضا المنتجات اللي عندهم وأيضا الخبرة اللي تم اكتسابها من قبل معرض ميليبول قطر 2018. للأمانة صار في تطور كبير من قبل سنتين مشاركتهم إلى اليوم، أيضا إن شاء الله نتمنى يكون في عقود موجودة لهذه الشركة وأيضا شركات المشاركة. إن شاء الله راح يكون في طلعة ثانية جد جديد بإذن الله خلال هذا المعرض واليوم الأخير بإذن الله. يعطيك العافية أخوي محمد الشهراني، إن شاء الله راجعين لك في سياق الحلقة. مشاهدينا ومستمعينا، من معرض ميلبورن قطر خلونا نروح لأهم عناوين جرائدنا الصادرة صباح اليوم. عندنا الجريدة الأولى مشاهدينا ومستمعينا هي الوطن والخبر الأول في الوطن. صاحب السمو زيارة مهمة لتنمية وتطوير العلاقات في شتى المجالات، قطر ونيبال تعززان العلاقات. مذكرة تفاهم في مجال الزراعة والأمن الغذائي، اتفاقية لإلغاء تأشيرات حاملي الجواز الدبلوماسي والرسمية. نتوجه لمتابعة الوطن وهو الخبر الثاني من الوطن. خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان، وزير التخطيط تزايد معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي، التركيبة السكانية أكثر توازناً ومعدل النمو أكثر استدامة. وزير البلدية تحسين نوعية الحياة على أسس مدروسة. والخبر الثالث في متابعات الوطن أيضاً، صفحة رقم 11، قطر الخيرية تمول 1250 مشروع بغزة لصالح الأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل. نتوجه حين للجريدة الثانية وهي العرب والخبر الأول في العرب. صاحب السمو يبحث تعزيز العلاقات مع إيطاليا، استقبل وفدا برئاسة نائب رئيس الوزراء. الخبر الثاني من العرب، إطلاق هوية جديدة وشركاء دوليون في نسخته الثامنة، لولو الخاطر 4 وزراء و600 شخصية يشاركون في منتدى الدوحة ديسمبر المقبل بإذن الله. والخبر الثالث، سند قانوني لأول مرة في احتفالات اليوم الوطني، أحد أنشطة القطاع التعليمي التابع لفعاليات اللجنة المنظمة. ونتوجه للجريدة الثالثة وهي الشرق والخبر الأول في محليات الشرق. صاحب السمو يصدر قانوناً بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، وسموه أصدر قانوناً بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات. والخبر الثاني من الشرق في محليات الشرق أيضاً، التشريعات القطرية تجمع بين حرية الرأي وحماية أمن المجتمع خلال ندوة قانونية بالعدل تناقش تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي. والخبر الثالث من الشرق، 371 مشارك في بطولة صفري للصقور. ونتوجه إلى الجريدة الرابعة هي الراية والخبر الأول في محليات الراية. وزيرة الصحة تفتتح وحدة الجلطات الدماغية، أحد أقسام معهد العلوم العصبية في مستشفى حمد. دكتورة حنان، فرق طبية عالية التدريب لتشخيص حالات الجلطات الدماغية. والخبر الثاني من محليات الراية أيضا، خلال افتتاح المؤتمر الدولي لريادة الأعمال خبراء، قطر مركز إقليمي للتكنولوجيا وأبحاث والبحث العلمي، بحث آليات تشجيع ريادة الأعمال والابتكار والتجارب الناجحة في المنطقة. والخبر الثالث من محليات الراية أيضا، اختتام مسابقة المشاة للقوات المسلحة 12 وحدة، قدمت عرض متميز أظهر كفاءة وقدرة عالية. نتوجه للجريدة الخامسة وهي لوسيل والخبر الأول من محليات لوسيل. الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية المشتركة نهاية العام، السفير التركي 1.5 مليار دولار التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة في 8 أشهر بنمو 56% و15 مليار دولار مشاريع نفذها مقاولون أتراك في قطر، و22 مليار دولار الاستثمارات القطرية في تركيا، و350 شركة تعمل في السوق القطري. عندنا في محليات لوسيل الخبر الثاني، اكتتاب قامكو فرصة استثمارية لتوفير دخل ثابت وآمن للفرد والاقتصاد.
البنوك تبدأ إنجازات المعاملات وتستمر حتى 12 نوفمبر. وعندنا الخبر الثالث من محليات لوسيل، فتح باب التسجيل في بطولة العالم لألعاب الشركات 23 تقام نوفمبر 2019 للمرة الأولى بالشرق الأوسط و8000 مشارك. هذه كانت علوم جرائدنا لليوم متابعينا، خلونا نروح فاصل قصير ومن بعدها نستكمل ما تبقى من فقرات ومواضيع الصباح. ربح يا أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا، رجعنا لكم بعد الفاصل. مشاهدينا اليوم مع فقرة الطبخ الشيف فاطمة حضرت لنا طبق جدا شهي، خلنا نتابع مع بعض ونشوف شو محضرة بالطبق. نرحب بمشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من مطبخنا اليوم. اليوم راح نقدم لكم طبق متعارف عليه وسهل، بس إن شاء الله نقدر نقدمه بطريقة أسهل، وهي باستة الدجاج والخضر. مكونات باستة الدجاج والخضر نفس ما أنتم تعرفونها سهلة وبسيطة، وهي باستة، دجاج مقطع، الخضار على حسب الرغبة، مشروم، بروكلي، فليفلة بألوانها، جزر، وطبعا الموزاريلا تشيز، ومعنا الحليب والكريمة الطبخ، وهني راح يكون معنا البهارات وهي بأشكالها طبعا، وكل سيدة بيت لها حرية الاختيار، راح نتعرف عليها وإحنا نطبخ طبختنا. أول شيء راح نسويه إن إحنا نسخن الزيت، راح نضيف البصل، ننتظر حتى يتغير لون البصل شوي، نضيف الثوم، طبعا لازم نحاسب على النار انها تكون وسط، لا عالية ولا هادية على اساس ما يحترق عندنا البصل. نفس ما انتم شايفين لون البصل بدأ يتغير ونحمس معاه الثوم، راح نضيف الدجاج، الدجاج تقريبا نصف كيلو دجاج مقطع إلى مكعبات صغيرة جدا، نبتدي نحركه. راح نضيف بهاراتنا، راح نضيف الفلفل الأبيض وبهارات الدجاج، طبعا بهارات الدجاج تختلف بأنواعها، راح نضيف الملح والفلفل الأسود،
نبتدي نضيف شوية من صوص الدجاج. راح نضيف المشروم، لكن ما نقدر نضيف البروكلي لأن البروكلي يستوي بسرعة، فراح نخليه لآخر شيء. راح نضيف الطماطم الصلصة، ونكمل إضافة باقي خضرتنا اللي هي الفليفلة الملونة والجزر، وطبعا حسب الرغبة الخضراء اللي راح تتواجد معاكم في الباستا. راح نضيف شوي من الماي على اساس نساعد في عملية ان الدياي يستوي بسرعة. نعطي فرصة 10 دقايق لما ينخلط كله ويستوي الدياي، وبعد مرور 10 دقايق راح نضيف بهار الباستا. طبعا البهار الباستا ممكن تحصلونه في ركن البهارات الإيطالية في أي مكان. راح نضيف الكريمة، طبعا كريمة الطبخ مقدار علبة كاملة، أي نوع تحبونه، وما شاء الله السوق متوفر فيه كذا نوع. راح نضيف شوية حليب، نخلطهم وننطر شوية عليهم. طبعا لازم يتماسك عندنا الخليط شوي، مثل ما انتم شايفين بدأ يتمازج الخليط وصار غليظ شوي. راح نكمل إضافة مكوناتنا، راح نضيف صلصة الفريدو. طبعا صلصة الفريدو موجودة بأشكال وأنواع وماركات متعددة، لكم حرية الاختيار. نضيف بودرة المشروم وهي متوفرة بأشكال وأنواع في الجمعيات وفي كل مكان. راح نضيف البهارات الإيطالية اللي هي الروزماري والأورغانو، ونحرك خليطنا شوي. في هالوقت نقدر نضيف البروكلي، نتركه مع الصلصة لمدة دقيقتين أو 5 دقايق على حسب مربة البيت تحب. راح نضيف جبن البرمزان المبشور، تقريبا طبختنا جاهزة، باقي عليها لمسات بسيطة. بعد مرور دقيقتين تمازج عندنا الخليط، راح نضيف المكرونية. طبعا لكم الحرية في اختيار نوع أو شكل الباستا المضافة، طبعا أنا أفضل تكون القواقع أو اللي هي الأصابع الطويلة على أساس أنها تحتفظ بالصوص. راح نخلطهم، طبعا في ناس تحب الصوص زيادة، تقدر تضيف الويبينج، تقدر تضيف الحليب،
راح نضيف الموزاريلا كإضافة نهائية لطبقنا قبل التقديم، راح نكمل عملية الخلط. راح نتركها لمدة 5 دقائق على النار طبعا لين ما يذوب الجبن. بعد مرور 5 دقائق ذاب الجبن معانا مثل ما انتم شايفين، نقدر الحين نقدم طبقنا بكل سهولة. ممكن نزين طبقنا بقطع البروكلي اللي موجودة في الباستا. وهاني وعافية عليكم. مشاهدينا من فقرة الطبخ وطبخة اليوم اللي هي الباستا، طبعا طبخة الباستا قديمة لكن هي بطريقة الشيف فاطمة. خلونا ننتقل بالتحديد إلى كورنيش الدوحة. كورنيش الدوحة أحد الوجهات المفضلة لقضاء أوقات ممتعة في المشي وممارسة الرياضة وأيضا التنزه للعائلة وللأطفال، وأيضا هي لمختلف الفئات العمرية، الكل يستمتع في كورنيش الدوحة. خلنا نشوف مع بعض. ليست النفائس ما تصنع قيمة الأشياء والأمكنة، بل ما تحمله من عبق الذكريات وقصص الماضي. هنا كانت ترس السفن مثقلة بطموحات الغاصة وبشوقهم لأحبتهم، ومحملة بغنائم رحلاتهم التي يمضونها أشهراً في غبة البحر. الشكل الدائري لكورنيش الدوحة هو هبة وهبها الله لهذه المدينة الساحرة بجمالها، وكأن اليابسة تمد ذراعيها لاحتضان البحر الذي طالما قدم كنوزه الدفينة للإنسان لقطري. يعد كورنيش الدوحة من المواقع السياحية والترفيهية الهامة وشارعه النابض بالحياة ليلا نهارا، يعد شريانا هاما للوصول إلى كل المناطق باختلاف اتجاهاتها. تحول هذا الكورنيش بفضل عزيمة الإنسان لقطري من مرفأ للسفن قديماً إلى موقع استراتيجي سياحي يقصده كل من يقيم في قطر ومن يزورها، وأصبح لوحة تسر الناظرين إلى تفاصيلها المثيرة. هو من أهم الأماكن التي تقام فيها العديد من الفعاليات المختلفة سواء ثقافية أو رياضية أو وطنية وغيرها. كورنيش الدوحة الذي أنشئ في بداية 70ات القرن الماضي أصبح وجهة هامة للباحثين عن الترفيه وممارسة الرياضة من العائلات والأفراد. مشاهدينا ومستمعينا من كورنيش الدوحة الساحر والمناظر اللي شفناها الجميلة مع بعض، خلونا نروح فاصل قصير ومن بعدها نستكمل ما تبقى من مواضيع فقرات الصباح رباح.
يا هلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد. نروح لموضوعنا الحواري الأول واللي بنسلط الضوء على مؤشر كتلة الجسم، وهو قياس لوزن الإنسان مع الطول ويحدد من خلاله إذا كان الوزن طبيعي أو زايد. تفاصيل أكثر ودقيقة عن المؤشر، مؤشر كتلة الجسم، بنتعرف عليها مع نورة الوحيميد أخصائية التغذية. هلا ومرحبا بك اليوم معنا. حياتي. طبعا هو موضوع وايد مهم وشيق جدا نفس ما قلتي، وفي ناس وايد ما تعرف شنو مضمونه، فحلو ان نركز عليه ونعرف ان اصلا مؤشر كتلة الجسم هو من المقاييس اللي تم الاتفاق عليها عالميا. نعم. عشان نعرف ان هاي الشخص، طبعا هي من انتروبومتريك ميجرمنت، يعني من القياسات الجسمية اللي تحدد اذا هاي الشخص سمنة او زيادة وزن او وزن طبيعي او تحت الوزن الطبيعي اللي هو النحافة. زين، هل هو بس لتحديد الوزن ام لتحديد ايضا كتلة الدهون في الجسم وهالامور الثانية؟ هو تحديدا يحدد لنا كتلة الجسم، بس مو تركيز وايد على الدهون، لكن لما الانسان مثلا من كتلة جسمه يبين انه هو سمنة اكيد راح يكون في نسبه دهون عاليه. نعم. ففي قياسات معينه ناخذها، مثلا محيط الخصر، الارداف، بالاضافه الى كتله الجسم، هنا ممكن نعرف كم نسبه الدهون اللي تكون موجوده للشخص. وطبعا في تقسيم او تصنيف بالنسبه حق النساء وبالنسبه حق الرجال، يعني كل فسيولوجيه لكل جسم تختلف. صحيح. انزين، مؤشر كتله الجسم نشوف في عيادات التغذيه وايد، يعني اهميته صراحه هو وايد مهم صراحة. لما أول شيء هو شلون نحسبه؟ نشوف وزن الشخص وطوله، ونقسم الوزن على الطول بالمتر تربيع. فلما يطلع مثلا عندنا أن هاي الشخص كتلته مثلا 24.9، نقول له لا والله طبيعي، بس يعني حاسب على نفسك، هو ما وصل وزن زايد. بس لو قلنا له اوكي وطبيعي وخليناه، ممكن بعدين يتم على نفس ما هو عليه، هو وصل للحد الاعلى في الطبيعي. فلو بس شويه 0.1 على طول راح يكون 25، ايش راح يكون؟ زياده في الوزن. نعم. زياده في الوزن معناته نفس ما قلتي لنا، شلون انا اعرف انه في دهون؟ زياده في الوزن معناته انه هو عنده نسبه عاليه. صحيح. عن احتياج جسمه من دهون. بس بعض الاحيان يكون زياده في الوزن، يعني خصوصا عند الرياضيين، لان تكون العضله كبيره، فالمؤشر هل يلتقط يعني القياس الصحيح؟ مع الرياضيين إيه؟ ما يكون اداه مثاليه، ما نحدد عليها نفس ما قلتي، لان الرياضي عنده كتله عضليه، والكتله العضليه تاخذ بعد من الوزن. نعم. فبالتالي لما احنا نحط الوزن على الطول ونقض النظر عن الكتله العضليه، هني ما تكون أداة مثاليه للرياضيين. بس للكلياقه وجسم صحي، يعني هي مؤشر عالمي، حتى ان الجمعيه الامريكيه والوزاره الصحه العالميه ايضا وافقت على البي ام اي انه يكون هو كمؤشر يعني عالمي لقياس كتله الجسم. لكن احنا نشوف حتى يعني عندنا في مثلا عيادات التغذيه نفس ما قلتي، في جهاز اللي هو الامبادي، وايد حلو انه الانسان يركب عليه، طبعا يكون صايم 8 ساعات، ويركب عليه ونقيس في كتلة الجسم حق الامبادي. الامبادي هو شركة عندها هاي الجهاز، طبعا في كذا جهاز، بس يعني المعروف في كل المراكز اللي هو الامبادي، نستخدمه يوقف عليه الشخص ويتم قياس كتلة الجسم بالدهون بالعضل. نعرف احنا مثلا لو شفنا نفس ما قلتي انه مثلا قال انا والله مو برياضي وايد عادي، بس عنده كتلة عضلية عالية، خلي يقيس بعد نسبة الماء يعني في الجسم. اي الماء، يعني جميع خلينا نقول من العضل، من كتلة الدهون، من الماء اللي داخل والسوائل يقيسها لنا. ايوه. زين، انت قلتي صايم، يعني هل انا اللي مثلا انا مريض، ولا انا اللي بروح حق تشخيص مثل عشان اعرف كتلة جسمي، في امور لازم التزم فيها غير الصوم؟ لا، يعني هو اهم شيء انه ما يكون مثلا، انا اقول لك لو واحد مثلا شرب ماي وراح يقيس، او مثلا ماكل متفطر وياي يقيس، فما راح تكون اكيوريت. نفس لما الشخص يروح، يعني لكل شيء في نفس ما نقول استراتيجيات، يعني لما تروحين تسوين تحليل، في بعض التحاليل مثلا السكر، الكوليسترول، يقول لك صايمه اقل شيء 8 ساعات الى 10 ساعات عشان تطلع النتيجه اكيوريت. فنفس الشيء لما هو راح يوقف على الجهاز الامبادي ويعني يقيس كتله الجسم، ونفس ما قلنا الماء والعضل والدهون، ممكن القياسات تكون مش دقيقه.
نعم. فأنا ممكن أظلم هاي الشخص، ممكن أعطيه مثلا نصايح وأقول له شيء وهو ممكن طبيعي، بس مثلا هو مثلا ماكل فطور ودسم، فممكن شوي أثر نعم. على كتلة الدهون مثلا، ممكن تكون كتلة الدهون طبيعية. صحيح. فهاي هو ليش احنا دائما نقول انه يكون صايم افضل، يعني حتى ان تكون عز الله المثانه تكون فاضيه عشان ما يكون حتى في نسبه ماء زايده، يعني نعم. نقيس الوزن وكل شيء يكون بشكل صحيح. انزين طبعا المعرف يعني من فتره طويله جدول الطول مع الوزن، مثلا انا طولي 160 وزني لازم يكون بين 52 ل 58، اذا ارتفع يكون بدايه السمنه. إنزين هل ممكن إن أنا أي أقيس إذا ارتفع عشان يكشف لي هل ارتفع عضل أو ارتفع سوائل أو؟ طبعًا هو وايد حلو فكرتك إن هاي الناس المهتمة. طبعًا المشكلة إن أكثر الناس ترى يعني الأغلبية اللي يقيس لك يبي يعرف يكون خلاص وصل مرحلة، يعني أكثر يعني أنا في عندي أطفال شفت العمر 12 13 14 سنة وصلوا للموربد أوبيس، يعني تعرفين شو الموربد أوبيس؟ يعني سمنة مفرطة. نعم. سمنة مفرطة زين وين قبل؟ فلما لو كل شخص ياخذ المنهج اللي أنت قلتي عنه، أنه مثلا أنا عندي والله حد أدنى للوزن وحد أعلى. نعم. فلو أنا حسيت نفسي أني أنا وصلت الحد الأعلى ليش ما أروح أقيس؟ صحيح. هاي أبسط الأمور. وحتى مثلا في ناس تقول إذا إحنا وين لين ناخذ مواعيد في عيادات التغذية 3 شهور 4 شهور يعطونا يعني خلاص كتلة جسمنا راح تزيد، نسبة الدهون راح تزيد. بس التوعية يعني بهالأمور يعني صارت جدا يعني طبيعية. حتى في البيت أنا أقدر. صحيح. أقيس يعني في اللي هو معادلات تقيس لك حتى احتياجك للبروتين، احتياجك وما شاء الله الحين يعني النت واسع. كل شيء مكتوب عليك كم سعرة حرارية. ايه ايه ايه. ناكل. والنت واسع، يعني مو نفس قبل لازم أنا أروح العيادة عشان أنا أعرف كل شيء. ممكن لو رحت العيادة طبعاً تعرفين معلومات أفضل، بس إذا أنا أبي أحاسب على نفسي حلو إني أنا أشوف كم المؤشر اللي لي، لو قربت منه أنا أروح أشوف احتياج جسمي كامل من إلى. أولاً كتلة جسمي. لما أشوف كتلة جسمي، كتلة الدهون في جسمي كم؟ يعني المرأة لو وصلت 32% دهون في جسمها، هذه وصلت للحد الأعلى، المفروض أن تكون تحت اللي هي 32%. 32. الرجل أقل. طبعًا ليش؟ بحكم فسيولوجية المرأة أن الحمل والولادة واحتياج جسمها أصلًا، فتحتاج أن دهون أعلى. إنزين المثالي كم؟ المثالي بالنسبة حق المرأة اللي هو يكون من 18 او 20 الى 31. نعم. لكن الرجل اقل 18 الى 24 اللي هو الافضل. نعم. بس يتعدى 24 يعتبر انه هو زايد. نعم. انزين اختي نوره لو حميد اخصائي تغذيه يعطيك الف عافيه على هذه المعلومات عن كتله الجسم. وخلنا نروح ويا مشاهدينا ومستمعينا نرجع حق اخوي محمد الشهراني الموجود في معرض ميلب والقطر مع ختام هذا المعرض وبيطلعنا على معلومات جديده. تفضل يا محمد. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره ثانيه في تغطيتنا المستمره لمعرض ميلب والقطر 2018 في يومه الاخير. عدد كبير من الحضور والزوار وأيضا المهتمين والمختصين بمعرض ميلب والقطر تواجدوا في اليوم الأخير. اليوم إن شاء الله الساعة 4:30 تقريبا راح يكون الختام. راح نتكلم أكثر عن الختام فيما بعد إن شاء الله، ولكن حاليا في جناح وزارة الداخلية ومشاركتها الأبرز، كنا الجهة المنظمة لهذا المعرض الأبرز في الشرق الأوسط. أنا في جناح إدارة النظم المعلوماتية وحاليا مع المقدم جاسم السيد مدير إدارة النظم الأمنية. مقدم جاسم يا هلا مرحبا فيك وعساكم على القوة إن شاء الله. مرحبا سيح الله يقويك وياكم إن شاء الله. مشاركتكم جدا مميزة، الدروم موجود والسيستم موجود، نبي نتكلم أكثر عن تجهيزاتكم وأيضا مشاركتكم للسنة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كالعادة نشارك في أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وأحدث الأنظمة اللي احنا الحين جالسين نطورها واللي إن شاء الله راح نستخدمها أيضا في كأس العالم 2022 وفي البطولات العالمية المقبلة عليها دولة قطر. فعلى سبيل المثال عندنا واحد من الأنظمة اللي احنا عرضناها في هذا المعرض اللي هو نظام التعرف على الوجوه، وهو نظام استراتيجي راح نستخدمه إن شاء الله في البطولات المقبلة في بطولة ألعاب القوى وبطولة العالم. وحاليا هو موجود مثل ما أنت شايف أن مجرد ما الشخص يمر من خلال الكاميرا ممكن نتعرف عليه وعلى رقمه الشخصي وعلى المعلومات اللي حيتبينه
أو نعم إذا كان مطلوب أو غير مطلوب أو أي معلومات أخرى ممكن تفيدنا إحنا كجهات أمنية. وطبعا إحنا نستخدمها بأكثر من طريقة، سواء كان بالدرونز أو مثل ما أنت شايف بالنظارة أو بالكاميرات اللي موجودة. جميل جدا، الله يوفقكم إن شاء الله. نظام التعرف على الوجوه هل يأخذ وقت ولا ممكن بس الشخص يمر ممكن يتأكد من وجهه خلال ثواني أو في وقت معين تقريبا؟ لا، مثل ما أنت شايف إنه مجرد يعني أقل من ثانيتين هو يتعرف على الشخص تلقائيا ويجيبه من قاعدة البيانات الموجودة عندنا ويحط لنا المعلومات. بس لاحظت مثلا شخص موجود في أكثر من وجه وفي أشخاص معه، هل هذول اللي ممكن يتقاربون بنسبة تشابه؟ أي نعم، مثل ما أنت عارف هو النظام له نسبة أو الأكيرسي إحنا نسميها نسبة الدقة النظام. فلو أنت شايف يعطيك مثلا يقولك مثلا هذا الشخص 98% هو الشخص نفسه اللي موجود، أو الشخص مثلا 97 أو تنزل النسبة، فهو على حسب النسبة والدقة ومثل الإضاءة والأمور الفنية اللي موجودة. جميل جدا. بعد شو الأشياء اللي موجودة عندكم مشاركين فيها في السنة؟ طبعا عندنا اكثر ما احنا من نظام شاركين فيه في يحلسين جربه عشان كاس العالم وعشان بطوله العاب القوى. ممكن اعرفكم على الملازم محمد المله وراح يقدم لكم شرح عن نظام الريبورت وهو نظام تقدم موجود عندنا. الله يعطيك العافيه يا رب. الملازم محمد السلام عليكم، صبحك الله بالخير. عليك السلام، صبحك الله بالنور، شلونك؟ الله يعافيك، عساكم بالقوه ان شاء الله. مشاركتكم جدا مميزه ما شاء الله، عندكم السيستم حاليا عندكم الروبوت اللي موجود. ملازم نبي نتعرف اكثر عن مشاركته وايضا الروبوت اللي موجود عندكم. الروبوت قامت وزاره الداخليه بتوريد اول نوع من الروبوتات للاستخدام الخارجي، تقريبا استخدامه يكفي عن الشرطي الراجل والعسكري الراجل. فبدال لا نحط لنا عسكري او نحط لنا الكادر البشري في الخارج او في الاماكن معينه نقدر نستخدم الروبوت. الروبوت فيه الحساسات وفيه كاميرات قادره على التعرف على المكان، فكل ما مشى في المكان اكثر كل ما عرف المكان اكثر. يحفظ الناس، يحفظ الأشكال، يحفظ البيئة اللي هو فيها. يعني تقريبا لو بنقول عندنا مباراة مثلا الريبوت يجي قبله مثلا بأسبوع يعرف المكان كامل، مثلا تأخذونه في جولة لما يتعرف من هالأمور، ولا في وقت الحدث ممكن يشتغل على طول؟ تقريبا يأخذه بضع ساعات لما يتعرف على المكان بشكل كامل. لما يتعرف على المكان بشكل كامل خلاص يقدر يشتغل لمدة 12 ساعة. فنفس ما قلت لك احنا حاطين في بالنا ان احنا نستخدمها حق ان شاء الله حق كاس العالم لتغطيه الملاعب الخارجيه. جميل جدا. شو الاشياء اللي ممكن يسويها مثلا في مجال التغطيه؟ هل مثلا صار في شيء غلط ممكن يرسل لكم اشارات انه والله في شيء خطر راح يصير من هالامور؟ حاليا الكاميرات نفس ما تشوف تبث على غرفه المراقبه، تطلع حق المراقب كل شيء، فاذا في جسم غريب طلع او شكل او شخص غريب طلع في المجال التصوير الكاميرا راح تتوجه له بشكل اوتوماتيكي، راح يشوف المراقب الكاميرات وراح يبلغه وياخذ فيه الاجراء اللازم. جميل جدا، الله يجزاكم بالخير وعساكم على القوه، والله يوفقكم ان شاء الله، وعسى نلتقيكم ان شاء الله في ميلبول القادم باشياء اخرى باذن الله. الله يعطيك العافيه. وياك ان شاء الله. طبعا المقدم جاسم نختم وياك ان شاء الله، رساله توجهها نبي نعرف تطوراتكم الجايه ان شاء الله، راح يتم الاعلان عنها كاس العالم، ادري انه حمل ثقيل على الجميع ولكن هل قطر قدها ان شاء الله؟ ان شاء الله مثل ما قلت احنا قدها وقدود، وان شاء الله بناء على تعليمات معاليها احنا دائما نستخدم التكنولوجيا ونستخدم الامور هذه بحيث انه نبرزها ويكون ممكن تساعدنا احنا كشغلنا في الامن. مثل ما انت عارف ان الشغل كله هاي ماشي مع بعض سواء كان تكنولوجيا او امن. فعندنا ان شاء الله العديد من المشاريع اللي راح نعلن عنها ان شاء الله مستقبليا، وجميعها احنا مش بس ننتظر كاس العالم، احنا نجربها من في البطولات اللي موجوده وفي الاحداث الكبيره اللي موجوده عندنا بحيث ان تكون على استعداد كامل ان شاء الله لسنه 2022. عساكم على القوه ان شاء الله، والله يسهل اموركم. الله يسلمك، مشكور لك ان شاء الله. طبعا اعزائي المشاهدين هذا كان حديثي بشكل كبير وبشكل واسع عن مشاركه اداره النظم المعلوماتيه في جناح وزاره الداخليه في معرض ميلبول 2018، وكان اليوم هو اليوم الختامي اللي تقريبا عدد كبير من الحضور متوافد، وايضا راح يكون في عدد من الندوات اللي تكون الاخيره، وايضا راح يكون في عدد من الاتفاقيات والصفقات باذن الله راح تكون بشكل كبير وراح ترسم قطر على خارطه العالم الاستثماري وايضا في مجال الامن الداخلي وايضا الدفاع المدني. مشاركه جدا جميله، اهتمام كبير من القياده، كون هذا المعرض تحت الرعايه الكريمه لحضره صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وايضا اهتمام كبير من عدد من الدول الشقيقه والصديقه اللي تم عقد عدد من الاتفاقيات سواء اثناء زياره صاحب السمو لهذه الدول ام عن طريق الجهات الأخرى اللي تم توقيع اتفاقيات مع هذه الدول، وأيضا فتح أبواب أخرى لعدد من الشركات القطرية في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني اللي لقيناهم اليوم مشاركين بعدد من الأنظمة، عدد من التكنولوجيا
المتطورة، بعضهم شارك من قبل والسنة هذه كان عندهم شيء جديد انهم يشاركون فيه، كان عندهم سيستم جديد ممكن انهم يطرحونه. ايضا هناك شركات قطرية كان اليوم هو ثالث يوم لهم في العلن، يعني اول يوم كانت اول مشاركة لهم في معارض تتم في الدوحة، فكانت بدايتهم بداية خير. يعني أثناء جولتنا تعرفنا على بعض الأشخاص اللي ممكن يكون في عقود مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة. الله يوفقكم إن شاء الله، وقطر إن شاء الله لا تزال وستظل بإذن الله منصة للشركات الرائدة في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني. نلتقيكم إن شاء الله في معرض ماليبول عقب سنتين إذا الله سهل، وعساكم على. يعطيك العافية أخوي محمد الشراني، كل الشكر لك، وأيضا لضيوفك مشاهدينا ومستمعينا. وصلنا نهاية حلقتنا، طبعا ختامها مسك مع معرض ماليبول قطر وختامها اليوم. نشوفكم بكرة مع مواضيع وفقرات جديدة ومنوعة. في أمان الله. يا ديرة العز الجديد وديرة العز الجديد، يا قطر 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 يا قط